السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هذا فيديو من فيديوهات احمد امدسي. الا كنتي اول مره كتفرج معايا في هذا لاشين هذه، ما تنساش تبرك على ابوني ودير جيم باش تدعمني وباش المحتوى ديال الصفحه يزيد القدام. في هذه الحلقه هذه اتفقنا على اساس اننا نديروا واحد الفيديو السي ديال الطوموبيله. الطوموبيله اللي بين يدينا هي لا فيات سانس. لافيات سانسون اللي دارت سنة 1950. Dovrebbe avere una ripresa, diceva il dottore, da non farmi perdere tempo agli incroci. Ho io la vetturetta che mi occorre per la caccia, diceva Peppino. طبيعة الحال لافيات سانسون استفدت من لا تكنولوجي جديدة ودخلتها على لا سانسون جديدة، ولات طوموبيلة اللي كيف ما كنقولوا عصرية ولكن بالنوستالجي ديال 1950. الا كنتي كتسول على المتعه، كنتي كتسول على الحلاوه ديال السوقان، الا كنتي من الناس اللي كيبغيو يستمتعوا في القياده اليوميه ديالهم وسط المدينه، فما عليك الا ب لافيات سانسون. كل سنتيمتر من هاد لافيات سانسون دار بواحد الطريقه من طرف المصنعين ديال لافيات سانسون باش يخليك ديما انت مجرور لها، باش يخليك ديما انت باغي تسوقها، ديما باغي تطلع عليها سواء وسط المدينه سواء برا المدينه. واحد الطوموبيل اللي جاتني بانها ممتعه في القياده ديالها بشكل يومي. الشرط القيادة عند هاد لافيات هادي دائما ما كتعتمد عليه لافيات، الشكل اللي دائما كتعتمد عليه لافيات هو داك الشكل النمطي، سيكو كيكون لوحة القيادة كيكون في واحد اللون اللي كيكون هو أيضا في الهيكل الخارجي. النموذج اللي بين يدينا دابا فيه جوج بلايص القدام كيف ما كتشوفوا، فيه جوج البلايص اللور كيف ما ايضا كتشوفوا. بطبيعه الحال البلايص ديال القدام راهم واسعين على البلايص ديال اللور، ودوك الناس اللي تقريبا يتجاوز طولهم المتر و80 راه الا جلس اللور راه يجلس بحال هكا معوج راسو بيكون حاني القدام. هاد السيارة هادي صراحة من مورا ما شفتها، نتوما كتشوفوني دابا في الكوفر ديالها. هاد الكوفر هذا اللي ماشي كبير بزاف، ولكن دوك ربعة الناس اللي يركبوا معاك صراحة راه هز ليهم الحوايج ديالهم، راه هز ليهم المسائل ديالهم. عفوا زدت الكونفور صراحة، 3 أيام ديالكم 3 أيام ديالكم راه هزاكم في هاد السيارة هادي. ولا كنتي من الناس اللي عندهم بيانو وغيتار شي لعيبة بحال هكا ولا شي حاجة طويلة، راه ممكن أن لي سياج كويس راه لي سياج غبطة، بل ممكن انك دير الحوايج ديالك عاوتاني تما وتهز الحاجات. الطوموبيل هادي فاش ركبت فوق الكوسان صراحة جاني بانه فخم، الكوسان اللي كيقول لك يلا نمشيو يلا نسافروا يلا ندورو يلا الجو بديع والجو ربيع، اللي كيخليك انك تقول انا راه متحكم في مقصورة القيادة ديالي صراحة. نزلت يعني الطوموبيلة خاصها تكون ناطرة معاك صراحة، ناطرة الطوموبيلة.